السلام عليكم. أعلنت الحكومة الشرعية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتكون خامس دولة بعد السعودية والإمارات والبحرين ومصر، موضحة أن ذلك جاء بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع الميليشيا الانقلابية ودعمها للجماعات المتطرفة في اليمن، مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية دون ما دلائل أوردتها الحكومة اليمنية لإثبات ما تضمنه بيانها الأخير. وعبرت الحكومة عن ثقتها بأن التحالف العربي سيستمر في بذل كافة جهوده لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة اليمنية والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية. تلك المضامين إشارة إلى أن انعكاسات الخلاف الخليجي على استعادة الدولة وتحرير البلد واضحة، وقد انعكست أزمة يونيو بين دول الخليج على مسار القضية اليمنية على أكثر من صعيد. فعلى ماذا بنت الحكومة اتهاماتها في بيانها ضد الحكومة القطرية؟ وما هي الدلائل؟ وهل فعلا هناك تدخل بهذا الشكل؟ ألا يفترض بالحكومة عدم التدخل في الصراع الخليجي الخليجي؟ وكيف سيكون موقف قطر من الحكومة في حال حدوث تسوية شاملة؟ حول هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نتابع النقاش ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. خرجت الأطراف اليمنية عن صمتها إزاء الخلافات الخليجية التي حدثت مؤخرا وتطورت من الاختراقات إلى قطع العلاقات وإغلاق المطارات في حالة يبدو عليها الترتيب والتخطيط أكثر من العفوية. الأطراف اليمنية الرسمية كسلطة شرعية وبعض الكيانات السياسية المساندة لها أعلنت مساندتها الواضحة لذات النهج الذي أعلنته السعودية والإمارات والذي تمثل بقطع العلاقة مع قطر وإنهاء عملياتها ضمن التحالف. على الصعيد الشعبي تباينت وجهة النظر بين معارض وبين متضامن وبين مساند ومن اكتفى بدور النكاية لأغراض محلية وأخرى إقليمية وبعضها له علاقة بنفس الثورة المضادة والراسخين في الانقلابات المسلحة على الثورات العربية. انعكاسات الخلاف الخليجي على استعادة الدولة وتحرير اليمن بات واضحا، وهو ما دفع الكثير من المتابعين للتساؤل عن مصير المعركة اليمنية المفتوحة أمام كل هذه الاضطرابات التي تبدو في البيت الخليجي وظهرت إلى السطح فجأة. الحكومة الشرعية في بيانها ضد الحكومة القطرية حملت ذات الاتهامات السعودية الإماراتية دون ما إشارة إلى الدلائل التي لم تثبتها الحكومة اليمنية قبل أزمة يونيو بين الأطراف الخليجية التي شكلت إجماعاً لمساندة القضية اليمنية. أحزاب أخرى من ضمنها المؤتمر المساند للشرعية سارعت إلى تأييد موقف السلطة الشرعية والتسليم التام لما تضمنه موقفها مشمول الكليات والتفاصيل. مراقبون يرون أن مسلك الدولة اليمنية في استعداء دول ضمن التحالف العربي دون ما إثباتات حقيقية وتفحص حقيقي من شأنه أن يكرر خطأ التسعينات حينما انتهج نظام المخلوع صالح نهج العداء غير المبرر ضد الكويت والذي يتشابه مع موجة العداء الراهنة ضد قطر. اليمنيون يرون أن مشروعهم يتمثل في استعادة الدولة، وبحسب متابعين فإن النأي بقرار الدولة ومصالحها عن الخلافات الجانبية هو المسلك الدبلوماسي السوي إزاء الأزمة الراهنة. إذن مشاهدينا، يكون معنا عبر الهاتف الدكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير عليك وعلى الإخوة المشاهدين الكرام. مرحبا بك معنا دكتور فيصل. بداية، موقف الحكومة الشرعية الأخير من الأزمة الخليجية، ما هي معطياته بداية دكتور؟ والله الحكومة أعلنت موقفها وليس لدينا، يعني نحن كوزارة إعلام لسنا معنيين بصنع الموقف السياسي. موقف الحكومة أعلن بكل بما اشتمل عليه من حيثيات وتداعيات، لا يوجد أكثر من الذي صدر في الإعلان الموقف الرسمي. نعم، إذن يعني كيف سيصب هذا الموقف في خدمة القضية اليمنية، يعني المسنودة من التحالف العربي، إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة؟ لابد أن يعني القيادة السياسية اليمنية طبعا هي جزء من الأمن الإقليمي ومن الأمن القومي العربي، وتتخذ قرارها وفقا لمصلحة اليمن ووفقا لما يؤدي التزامها تجاه الأشقاء وتجاه الأمن القومي. نعم، هناك من يتساءل دكتور فيصل، لماذا لا تسعى الحكومة اليمنية إلى التقريب بين وجهات النظر بين الأشقاء ورأب الصدع بدلا من التحيزات والوقوف مع الطرف ضد الطرف آخر؟ نحن لدينا يعني عن كل شاغلة شغل، لدينا ما يشغلنا، لدينا قضيتنا، ونحن كعرب
علينا أن نتذكر قول الشاعر العربي: إذا احتربت يوما فسالت دماؤها، تذكرت القربة فسالت دموعها. إن شاء الله يتم تجاوز الموقف ويلتئم الصدع في بين الأشقاء. نعم، لكن دكتور يعني هناك من يتخوف يعني إذا ما تم يعني الصلح، وهذا ما نرجوه بين الأشقاء في دول الخليج، سيكون موقف الحكومة اليمنية سيئا، يعني خاصة وأن البيان كان به توجيه تهم على غير بينة. يعني قطر معروف موقفها مع القضية اليمنية منذ 2011 ربما. ليس لدي أي حيثيات في هذا الجانب، وكما قلت الموقف اليمني كان واضح، ونحن يعني ذلك الموقف السياسي هو الذي يمثل رأي الحكومة اليمنية ولا اجتهاد بجانب ما صدر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الصحفي نجيب اليافعي من الدوحة. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور أستاذ نجيب. دعنا نبدأ منذ أزمة يونيو التي ظهرت على السطح فجأة في البيت الخليجي، قراءة إجمالية لتلك الأزمة لو سمحت. هو في الحقيقة كان هناك موضوع تعز، وهي كانت العطلة الرئيسية لما يحدث في اليمن. نحن شاهدنا جميعا كيف قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باللعب في ملف تعز، وأوقفت المعارك على الحدود الشمالية في مضي سابقا، وهذا كان مؤشر واضح لمن يفهم في كوارث السياسة بأن الإمارات تقود مشروع لتمزيق وتقسيم اليمن وبرعاية سعودية. اكتشفنا في الفترة الأخيرة أن السعودية كانت داعمة للإمارات بكل قوتها، وأن كل خطوة تقوم بها الإمارات من عملية تمزيق وتخصيص للنسيج الاجتماعي وعملية الفرز المناطقي الشنيع والبغيض الذي حاولت الحركة الوطنية في اليمن أن تتجنبها، والإمارات قادته بكل قوة وقامت بعمل تلك الحواجز وتمزيق المجتمع تحت غطاء السعودية وبرعاية ولي العهد الذي يقود الآن معركة شرسة ضد المنطقة وضد اليمن بشكل رئيسي، وهو ينقاد لمحمد بن زايد. هذا المشروع أصبح واضحا للعيان. يعني بيان الحكومة الأخير كان بيانا قاسيا وغير مؤدب وغير ولا يليق بحكومة اليمن، التي يعني على سبيل المثال قطر خلال الفترة الماضية دعمت وزارة الخارجية اليمنية ولا زالت تسلم لها المرتبات بما يقارب 44 مليون دولار. هذه تصرف منها مرتبات ونفقات تشغيلية ولتحركات الخارجية اليمنية. ثم نعم، البيان بتلك الطريقة الغير محترمة والغير مؤدبة والتي لا تحترم حتى عرف الأصدقاء، وتتهم قطر بدعم جماعة الحوثي التي كانت الكتيبة القطرية تقاتل إلى جانب التحالف العربي. نعم، عموما يعني أستاذ نجيب، التهم التي وجهت لقطر هي تهم متناقضة، يعني دعم الإخوان ودعم إيران ودعم الحوثيين، يعني لا ندري كيف اجتمعوا جميعهم في سلة واحدة. عموما لو تطرقنا إلى الأثار السلبية التي يمكن أن تؤثر على المسار اليمني، خصوصا مع إخراج قطر من التحالف العربي. هو عندما سلم الملف للإمارات العربية المتحدة لا شك أنها ستكون لها آثار سلبية على الإطلاق، من أهمها مسألة التمزيق والتقسيم. هذه أصبحت مفروضة على الأرض وعلى الواقع من خلال الكتائب التي تم تشكيلها تحت رعاية الإمارات، خصوصا في عدن وأبيان وفي الضالع. هذه المناطق أصبحت يعني مرسمة عمليا، وإن لم يتم الإعلان عنها رسميا بانتظار الفترة القادمة وما سيترتب عليها. النقطة الثانية مسألة الحزم، هذه أعتقد أنها لن تستمر في ظل تركيز السعودية وتسليم الملف اليمني للإمارات العربية المتحدة، وهذه فيها خطورة كثيرة، لأنه يبدو أن جزء يعني من النظام السعودي قرر تسليم اليمن للإمارات مقابل الحصول على دعم فيما يتعلق بترتيب البيت والوضع السعودي. النقطة الثالثة يعني عدم حسم المعركة في تعز، ويؤشر لنا إلى طبيعة المرحلة القادمة. ولا شك أن الوضع يعني في اليمن يسير بهذا الاتجاه، اتجاه التفاهم والتقاسم وتوزيع المناطق، خصوصا ما يتعلق بإب وتعز والحديد. هذه المناطق على الأقل المناطق الشاطئية التي ظلت بعيدا عن التقاسم، ويبدو أننا سنعود إلى اتفاقية الطائف التي من خلالها عادت أسرة حميد الدين برعاية سعودية وبدعم سعودي لحكم المناطق الشمالية، وهذا يبدو من الذي تسعى له يعني جزء من النظام السعودي خلال المرحلة المقبلة. نعم.
نعم، إذا أستاذ نجيب يعني ابقى معنا، سأعود إليك بعد أن ينضم معنا عبر سكايب الأستاذ إبراهيم قاطبي السياسي والناشط الحقوقي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك معنا أستاذ إبراهيم. يعني كنا نتحدث نحن وضيفي عبر الهاتف الأستاذ نجيب اليافعي حول الآثار السلبية التي ممكن أن تؤثر على المسار القضية اليمنية برأيك بعد الأحداث الأخيرة في الخليج العربي، ما هو رأيك أنت؟ أنا في اعتقادي أنه الآن يعني بعد أن وافقت حكومة هادي على الدخول في المقاطعة لمقاطعة دولة قطر، أنا في اعتقادي الآن أنه سيجب على حكومة هادي أن تسلم لكل ما تقوم به الإمارات في اليمن، وهو الأمور واضحة. الإمارات تقسم اليمن، الإمارات تنشأ الميليشيات في اليمن وتقيم السجون ولديها أهداف استراتيجية، فلذلك محاولة إسكات الصوت القطري ودولة قطر وقناة الجزيرة وكل ما تدافع عنه قطر هو الهدف منه إسكات كل الأصوات المعارضة للمشروع التي تقوده دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة، وهو مشروع لا يخدم لا المصالح العربية ولا الدول العربية ولا حتى المملكة العربية السعودية، وهي الدولة المستهدفة بالأساس من كل الاتجاهات برأيك سواء كان غربيا أو من يخدم هذا المشروع برأيك؟ إذا يعني لن يستفيد منه أحد، اليمن ستقسم، السعودية ستتضرر، يعني من هو المستفيد الأبرز في كل ما يحدث؟ أنا في اعتقادي من يتربصون بالشرق الأوسط وعلى رأسهم إيران والغرب، يعني الناس يبحثون عن مصالحهم، والإمارات تقود المنطقة إلى الهاوية في اعتقادي. ربما معهم قليل من الأموال لكنهم لا يدركون حقيقة السياسة الدولية وما تحاك من معاملات ضد العرب. نحن رأينا ذلك في العراق. العراق كان مثلا المثال الأنصع الذي كان يجب على العرب أن يأخذوا منه العبرة، لكن لا يدركون ماذا يقومون به. تقسم المنطقة على الطريقة والمخطط الجديد الذي قد سرب قبل أعوام على الشرق، مخطط تقسيم الشرق الأوسط إلى شرق أوسط جديد ويستهدف كل الدول، لكن بعض اللاعبين الجدد ربما لا يدركون السياسة الدولية ولا يفهمون تعقيدات المشهد في الوطن العربي، وهم أصلا شباب لم يدركون ولم يعاصروا ما مر به أبائهم وأجدادهم في الدول الخليجية وأيضا على المستوى العربي ككل. فلذلك نحن أمام لعبة خطيرة جدا. يعني ما حدث لقطر أنا اعتقادي لم يحدث، ولم يعني حتى الدول المتحاربة لم تصل إلى يعني إلى الطريق التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر بمقاطعة القطر وطرد القطريين من أراضيهم. هذه سابقة خطيرة، ومحاصرة الشعب القطري جوا وبحرا وبرا، وهذا يعني لن يستفيد منها أحد. هذا ربما تقسم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ جديدة ويدخل فيها لاعبين جديدين. فلذلك أنا في اعتقادي أن الآن الحكومة اليمنية سوف تسلم رغبا عنها ما تقوم به للدولة الإمارات العربية المتحدة، وربما ندخل في صراع جديد أيضا في اليمن، لأن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو حزب كبير في اليمن، وبذلك سندخل في معارك جديدة هي تنشئ الميليشيات السلفية الجنوبية التي تقوم على محاربة بعض الفصائل الأخرى. نعم، من نفس نعود لهذه النقطة على أهميتها يعني أستاذ إبراهيم. نعم، دعنا نعود لها بالتفصيل، ولكن بعد أن أذهب للأستاذ نجيب اليافعي. أستاذ نجيب، يعني تحدث الأستاذ إبراهيم القاطبي عن مستفيدين دوليين ربما يتربصون بالشرق الأوسط، يريدون ثغرة للشرق الأوسط، وربما يعني أيضا إيران على رأسهم. هناك من يتساءل أيضا من المستفيد داخليا أستاذ نجيب من ما يحدث في الخليج؟ فيما يتعلق بالخليج أعتقد أنه من السهولة بمكان التضحية باليمن خلال المرحلة المقبلة،
خصوصا اذا ما تحدثنا ان هناك جناح في السعوديه يسعى للوصول الى العرش ولو على حساب ضياع اليمن. هذه مساله بالنسبه لهم عاديه. اذا كانت السعوديه والامارات اليوم يقلبوا الطاوله على دوله قطر الشقيقه التي كانت السند والظهر الكبير للتحالف خلال الفتره الماضيه ضد عصابات الحوثي وضد عصابات ملال ايران، واذا كانوا ينقلبون ويقودون انقلاب سيصل علاقه دار الله ربما الى انقلاب الخشن والخوي خلال هذه المرحله مع تصاعد الحده. اذا كانوا مستعدين للتضحيه بدوله قطر بهذه الطريقه وهي دوله ذات نفوذ وذات قدرة مالية هائلة وإعلامية وشكلت سلطة معنوية للشعوب العربية خلال الفترة الماضية، فاليمن ستضيع بين الأقدام وبين أرجل التحالف الخليجي إذا كان البيان الذي أصدره الحكومة بطريقة ساذجة، وهي تتهم أيضا الإخوان في تتهم قطر بدعم الجماعات المتطرفة ودعم حتى جماعة الإخوان في اليمن. ونحن ندرك جيدا أن حزب التجمع اليمني الإصلاح اليوم هو عمود التحالف العربي الذي يقف ضد عصابات الحوثيين في مختلف المحافظات اليمنية. هذا أيضا أحد المستفيدين، هم أيضا جناح صالح الذي لا يزال يتواجد في الرياض ولا زال يضرب على اسفين الإخوان في اليمن وهم حزب الإصلاح، ويريد أن يضرب أكثر من عصفور بحجر. إذا ينبغي على هذه والحكومة اليمنية والحركة الوطنية التي تقود المقاومة على الأرض في الميدان أن تتنبه لهذه المخاطر، لأنه إذا تجاوزنا هذا الموضوع فأعتقد أننا سنقدم على مرحلة عصيبة وهي مرحلة التفتيت لما تبقى من كيانات وطنية أصيلة وعلى رأسها حزب التجمع اليمني الإصلاح والمقاومة الوطنية التي نشأت في تعز وفي الجوف وفي مأرب. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي نجيب اليافي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. وينضم معنا أيضا عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الله إسماعيل من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء الخير أختي، أهلا ومرحبا. أهلا بك أستاذ عبد الله. يعني تحدث الأستاذ إبراهيم القعتبي عن يعني ربما يعني مستفيدين مما يحدث في الخليج دوليا، ولكن الأستاذ نجيب اليافعي ضيفي الآخر تحدث عن مستفيدين محليين أيضا من ما يحدث هناك. صالح المتربص بأي ثغرة والذي ربما يتحين الفرصة للقضاء على الإخوان وهو حزب الإصلاح في اليمن، الإمارات تود تقسيم اليمن وربما هي الأسهل تضحية في إذا ما تم الخيار. هناك قلق أيضا على المقاومة أو الحركة الوطنية التي تشكلت كمقاومة في تعز ومأرب، ما رأيك أنت أستاذ عبد الله؟ يعني أنا في تصوري أن الأمور ربما يعني هنالك تضخيم كبير لتأثيرات ما حصل في الخليج بالنسبة لموقف واضح من قبل السعودية في مقاطعة قطر. أنا أعتقد أن هذه الخطوة لم تأتي من فراغ على الإطلاق، وبالتالي أنا أعتقد أنها ربما هذه المخاوف في تصوري أنها مخاوف غير حقيقية. أنا في تصوري أيضا أن مثل هذه الخطوة ربما ستسهم أكثر في تدعيم التحالف العربي وعملياته على الأرض. الموقف السريع من قبل الحكومة الشرعية التي انحازت إلى دول التحالف العربي وكانت واضحة في أن تتبنى موقف دول التحالف وأيضا السعودية والإمارات ومصر وغيرها، أنا أتوقع أيضا هذا أمر سيقوي من موقف الحكومة الشرعية، بالعكس لن يؤثر. أما موضوع التربص من قبل عفاش فأنا أتصور أنه هو يلعب في الوقت الضائع على كل الأحوال، هو يعلم أنه أوراقه انتهت وربما تلاشت وليس لديه إلا اللعب بهذه الأمور ربما إعلاميا، لكن حتى داخليا ليس لديه حتى إلا الورقة السياسية هي مشاركته مع الحوثيين في حكومة ما يسمى بحكومة حزيز أو الحكومة التي تم إنشاؤها. وبالتالي أنا في تصوري هذه المخاوف يجب أن تقرأ الأمور بشكل أكثر تخلصا من ربما مواقف سياسية معينة، قراءات معينة ضد بعض دول التحالف. أنا أتصوري أيضا أن هذه الخطوة ليست خطوة يعني سحب سفراء، هي أكثر من ذلك، ولا يمكن أن تتخذ دول التحالف العربي مثل هذه الخطوة التي تصل إلى حصار دولة معينة إلا إذا كانت هنالك بالفعل يعني ما يبنى عليها مثل هذه الخطوات. وأنا أتصور أن الأيام كفيلة بإظهار الأمور بشكل أكبر.
نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عبد الله نقول رأيك لضيفي عبر سكايب الأستاذ إبراهيم القاطبي. أستاذ إبراهيم، يعني يرى الأستاذ عبد الله إسماعيل أن هناك تضخيم لما يحدث من آثار سلبية ربما قد تحدث، يعني يقول الأستاذ عبد الله أن القرار الذي اتخذته السعودية لم يأتي من فراغ، وربما هذا القرار سيدعم موقف التحالف أكثر، والموقف السريع الذي اتخذته الحكومة سيدعم ويقوي من موقفها أمام التحالف، ما رأيك؟ أنا لا أتفق فيما طرحه الأخ مع احترامي الشديد لرأيه، فقد ذهبت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى أبعد، يعني يتحدث أنه يجب أن لا نضخم، يعني المسألة وصلت إلى محاصرة دولة خليجية من ضمن دول مجلس التعاون العربي برا وبحرا وجوا، يعني قطع المواد الغذائية الداخلة إلى البلد، طرد المواطنين من داخل الأراضي الخليجية واتجاههم نحو قطر، يعني إن لم أن يكون هذا بالشيء البسيط فهذا أعتقد وجهة نظر لا أتفق معها، لأنه وإذا كان استهداف قطر بهذه الطريقة يعني هو في وجهة نظري كما قلت سابقا استهداف لكل صوت مغاير عن الصوت الإماراتي السعودي، يعني هناك إذا تم يعني وضع تغيير الوضع داخل قطر فلذلك سيتم إسقاط كل الأصوات العربية وسيتم الانقلاب على كل من قادوا الثورات العربية وثورات الربيع العربي، سوف يعني تغلق مقرات الأحزاب وعلى رأسها التجمع اليمني للإصلاح، هناك يذهبون إلى أبعد من ذلك، هناك لوبيات داخل الولايات المتحدة على سبيل المثال تعمل ليلا نهارا من أجل يعني إضافة الإخوان المسلمين إلى قائمة الإرهاب الغربي، ما ذكره الرئيس ترامب هذا الصباح يعني بأن الدول العربية أو الدول الخليجية تتهم قطر بدعم الإرهاب، هذه الأمور كلها ملفات خطيرة جدا، فلذلك التهويل منها هذا شيء لا أتفق معه تماما، يعني الأيام في اعتقادي بالنسبة للملف اليمني سيصبح أكثر ملف ضعيفا في الأيام القادمة وستملى على عبد ربه منصور هادي ما ستمليه عليه القرارات التي ستأتي دولة الإمارات العربية المتحدة، أتمنى أن أكون خاطئا في ذلك لكن المؤشرات والأيام سوف تجلب لنا يعني مفاجآت كثيرة بالنسبة لملف الإمارات العربية المتحدة، واضح أنها تريد علي عبد الله الصالح وابنه يحكمون الشمال وماليزيات والحراك أنه أخذا في الجنوب يحكم الجنوب، وبذلك تصبح اللعبة كاملة بيد الإمارات العربية المتحدة السعودية، هناك صراع حقيقي داخل الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية بين محمد محمد سلمان الولايات المتحدة، تسريبات السفير الإماراتي يعني كل تلك الشبهات، ما يقوم به ترامب، ما تقوم به الإدارة الأمريكية اللوبيات المحسوبة على الإمارات المتحدة والغرب تتحرك بهذا الاتجاه، العملية عملية كبيرة. نعم، دعني أرى وجهة نظر الأستاذ عبد الله إسماعيل فيما طرحته. استمعت لحديث الأستاذ إبراهيم. أستاذ عبد الله، يعني هو يستغرب يعني من عدم تضخيم المسألة وهي ضخمة في نظره، يعني هو يجد أن الدول التي قامت بقطع العلاقات مع قطر يعني وصلت إلى أبعد نقطة قد تصل إليها الدول، يعني هي مواقف تتخذ في الحرب، يعني قطع الطيران، الحصار الجوي والبري والبحري، الاقتصادي أيضا، إخراج البعثات الدبلوماسية، المواطنين، كل ذلك ألا يعد يعني تجده مجرد تضخيم؟ يعني هو يجد أن هناك تأثير مباشر على اليمن من قبل ربما أن الملف سيسلم بهذا الشكل إلى الإمارات. الإمارات يعني يرى الأستاذ إبراهيم أنها لا تود لليمن أن يظل موحدا، ربما تعيد المخلوع صالح عن طريق ابنه، هناك حكم للميليشيات والحراك في الجنوب، سيحدث ما لا يحمد عقباه، ويتمنى أن يكون يعني تحليلاته خاطئة، ما رأيك؟ يعني أولا هذه الخطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تقوم بها دول التحالف والسعودية بالتحديد إلا إذا كانت هنالك مبررات واضحة وقوية تؤدي إلى مثل هذه الإجراءات، وأنا ذكرت هذا الأمر بكل وضوح، هنالك
ما لدى السعودية ولدى دول التي قاطعت الإمارات ومنها الحكومة الشرعية من الـ من الـ من الـ من الـ الأدلة من الـ من الـ مما من الأسباب التي أدت لمثل هذه اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة. الأمر الآخر موضوع اللعب على موضوع دور الإمارات العربية المتحدة، أنا في تصوري أنا لست أدافع عن الإمارات العربية، ولكن إلى الآن ما زلنا نعيش في موضوع الإشاعات وجو الإشاعات والتضخيم الإعلامي لأمور لم تثبت على الإطلاق. أنا أريد أن أعود إلى تصريحات للتجمع اليمني للإصلاح بالتحديد، وهي تقول أن دور الإمارات في اليمن هو الدور ضمن التحالف العربي وأنها لا تخون هذا الدور. الأمر الأخير أختي وأعزائي جميعا، أنا أريد أن أقول بكل وضوح، نحن أمام مفترق لحظة تاريخية مهمة. إما أن نذهب بعواطفنا إلى اتخاذ موقف بعيدا عن مواقف دول التحالف العربي واللعب بعيدا عن مواقف الدول التحالف العربي، وأن نخسر وأن نضحي بالشرعية اليمنية وبالتحالف العربي في مقابل أننا يعني شكل عاطفي أداء عاطفي. نعم، ألا يمكن يعني أن تكون هناك فرصة لليمن أن تظل على الحياد مما يحدث بين الموقف الخليجي الخليجي؟ يعني ما الذي سيؤثر قطع العلاقات مع قطر؟ يعني واليمن أصلا ما زالت مختطفة بيد الميليشيا، يعني ألا يعد ذلك غريبا؟ الحياد هذا الحياد هي التجميل للانحياز، وليس هنالك حياد في مثل هذه المواضيع المصيرية التي تهم جميع يعني جميع دول الخليج. مستقبل اليمن وقضية اليمن بوضوح شديد هي مع التحالف ومع السعودية ومع الإمارات ومع دول التحالف العربي وليست مع دولة، وبالتالي لابد أن نذهب إلى البحث عن المصلحة العليا لليمن. لا يمكن أن نكرر سيناريو 90 الذي ذهب فيه علي عبد الله صالح إلى التضحية باليمن من أجل دولة واحدة كانت كارثية ونعيش هذه الكارثية حتى الآن. نحن أمام مصلحة اليمن. ما هي مصلحة اليمن؟ وأنا أتصوري أن كل الحديث عن موضوع إنه اليمنيين ضد هذا التوجه غير صحيح. حتى حزب الإصلاح، يعني نحن الآن نتحدث على أن حزب الإصلاح يعني انحاز للموقف الحكومي الذي انحاز إلى موقف دول التحالف العربي. جميع الأحزاب أعلنت ذلك بوضوح. الأمور يعني لا يعني أن علي عبد الله صالح يحاول أن يستفيد من الوضع أن نذهب في الطرف المقابل وفي اتجاه آخر. مصلحة اليمن العليا يعني واضحة جدا في هذه الخطوة. نعم، لكن إذن دعني يعني أنقل هذه النقطة للأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني يجد الأستاذ عبد الله أن مصلحة اليمن هي مع الجميع، مع الجماعة، مع التحالف، ليست مصلحته مع دولة. نعم، الموقف الذي اتخذته كان صحيحا، ولا يجب عليها أن يعني أن تظل في نقطة بعيدة أو تنأى بنفسها عما يحدث من أحداث. ما رأيك؟ يعني نقاط ضيفك الكريم تتناقض كليا مع ما يطرحه المسؤولين الإماراتيين في شبكة التواصل الاجتماعي وعلى رأسهم وزير الخارجية الإماراتي وخلفان وغيرهم، فهم يهاجمون الحكومة الشرعية، يهاجمون الإصلاح يوميا، يهاجمون الأحزاب التي لا تتفق مع الرؤية الإماراتية في اليمن. الرئيس عبد الرب منصور هادي يوم ممنوع طائرته من النزول في مطار عدن، إخراج قواته من مطار عدن. هناك تشريح كامل، يعني هناك يعني رفضت الإمارة العربية المتحدة عندما استقبلت الرئيس عبد الرب منصور هادي في الإمارة استقبلته بطريقة غير لائقة بموظف، ما بالك برئيس جمهورية. استقبلت الحراك المعارض للتوجه الشرعي في اليمن وتقوم بإيوائه اليوم في دولة الإمارة العربية المتحدة. يعني لنكون واضحين، إن لم نكن صادقين مع أنفسنا فنحن نضلل أنفسنا ونضلل الشعب اليمني ونضلل الأمة العربية. يعني هناك أمور أصبحت واضحة. الإماراتيين ينطلقون من محاربة ما يسمونه بالإخوان المسلمين ويحاربون التجمع اليمني للإصلاح في اليمن. فلذلك يعني يقوم الآن أو يساند الشرعية، الحزب الوحيد الذي يساند الشرعية في اليمن هو حزب التجمع اليمني للإصلاح، فاتفقنا واختلفنا معه. يعني التهويل من كل هذه الأشياء أنا في اعتقادي ليس إلا ذر الرماد على العيون، ولا أتفق معه تماما. يعني الواقع على الأرض يقول عكس ما يقوله الضيف الكريم. يعني
أتحدى الحكومة اليمنية تعود إلى عدن غدا أو بعد الغد. أنا أتحدى من الدول الخليجية وعلى رأس المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة أن تحرر تعز وأن تحرر الحديدة وأن تحرر البيضاء. سنرى الأيام القادمة، أتمنى كما قلت أن أكون خاطئا. أبعدنا الآن يعني أسطوانة قطر، لا نرى إلى أين سينطلق التحالف العربي في اليمن. هل سيعيد الحكومة اليمنية حقيقة والرئيس هادي إلى عدن والحفاظ على الحكومة وعدم معارضة من الداخل الجنوبي اليوم؟ وهل ستحرر المناطق التي يجب أن تتحرر؟ هل سيقومون باتخاذ إجراءات واقعية على الأرض؟ هذا هو السؤال الحقيقي. فلذلك يجب أن لا نضحك على أنفسنا. لنا أكثر عامين نحن الشماعات التي تضلل الشعب اليمني بأنه سيتم تعز، سيتم تحرير البيض. نفس الأسطوانة منذ عامين، وأنا في وجهة نظري نحن ننحدر سيناريو سنتين قادمة وربما أكثر من ذلك. يعني نعم. كل الاشتراك تقول أن الإمارات قادمة لتقسيم اليمن وتقسيم الجنوب على وجه التحديد، ومن ثم محاولة يعني استقطاب المؤتمر الشعبي العام وعلي عبد الله صالح وإنه للعودة إلى الحكم وخلع الصراع بين الحوثيين والإصلاحيين في جبهات متعددة، وهذا لا يخدم الشعب اليمني ولا يخدم العملية السلمية ولا يخدم بناء دولة واستعادة الدولة في اليمن. هذه هي المعطيات، هذه هي الحقائق. فأتمنى أن يكون عكس ما أقول، ولكن أشرت أقول إلى ذلك. نعم، إذا اسمح لي أن أنقل وجهة نظرك للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، يعني يجد الأستاذ إبراهيم بأن يعني حديثك غير منطقي، خاصة يعني أن كل الإشارة تقول بأن الإمارات ساعية لتقسيم الجنوب بالذات. هناك أكثر من موقف للإمارات في الآونة الأخيرة يدل عدم وقوفها وعدم اعترافها بالحكومة الشرعية، ربما هو سدل بحديث وزير الخارجية ويعني وغيرهم الذين يعني يطلقون بعض التويتات هنا وهناك، متحدثين عن الحكومة بطريقة يعني عدم اعتراف بها حتى على مستوى الاستقبال. رئيس الجمهورية يتم إرسال له شخص يعني ليس بمقامه. هناك أيضا يتحدى أيضا الأستاذ إبراهيم بأنه لا يمكن للحكومة العودة الآن ولا للرئيس أن يكون في عدن، مما يدل على استحواذ الإمارات على عدن وعدم قبولها بالحكومة الشرعية. فكيف يمكن للحكومة الشرعية أن تثق بدولة من دول التحالف وهي تتصرف على نقيض تماما من أهداف التحالف؟ يعني أنا لا أريد أن أناقش هذه يعني ما أورده الأخ من أحداث ربما هو يقرأها من وجهة نظره. ما هي قراءتك إذا من وجهة نظرك؟ لم تهاجم الإمارات العربية ولا وزير خارجيتها الرئيس علي عبد الله صالح، وليس هنالك الرئيس عبد ربه منصور هادي. ليس قراءة ما يحدث في عدن هي قراءة مختلفة تماما. الذي حدث في عدن في مطار عدن كان واضحا. الأستاذ محافظ عدن الجديد أعلن بالأمس بشكل واضح أن المطار يعمل تحت إدارة الأمن وتحت إدارة الشرعية وأنه نعم الآن. لكن ما هو تفسيرك لعدم هبوط طيران الرئيس؟ يعني هبط في سقطرى أستاذ عبد الله. يعني نحن نتحدث عن أحداث ربما تحدث، ربما يكون هنالك خلافات معينة ترتيبات معينة، لكن نحن الآن أمام، لا أريد أن أتحدث عن التحديات ولا عن المستقبل ولا أن أتحدى أحد. أنا أريد أن أتحدث الآن عن موقف الحكومة الشرعية كانت واضحة فيه. هنالك موقف خليجي ما عدا قطر متوحد حول أن لقطر دور كان تثبيطي ربما. أليس غريبا أستاذ عبد الله أننا يعني في الآونة الأخيرة كنا نتحدث عن موقف خليجي موحد ما عدا الإمارات، وربما كان هناك وضوح في عدم هذا التوحد في إدارتها لعدن، في الحزام الأمني، في كثير من النقاط. الآن يعني في غمضة عين أصبح الأمر أن هناك موقف خليجي موحد ما عدا قطر؟ ما الأمور يعني نحن نتحدث، نحن سياسيين، نحن محللين سياسيين نتحدث عن تحليل اللحظة السياسية الحالية. اللحظة السياسية الحالية الآن أن مصلحة اليمن العليا التي فهمتها الحكومة الشرعية التي هي الممثل الشرعي المعترف به للعالم أمام العالم للشعب اليمني، رأت أن خطوة السعودية والإمارات ومصر وغيرها من الدول التي قاطعت القطر هي الخطوة السياسية الصحيحة التي يجب أن تتخذها. نحن أمام هذا السيناريو الذي يقول أنه
لا يمكن أن تذهب الحكومة الشرعية إلى أن تنتصر لقطر رغم كل ما تم يعني المواقف التي اتخذت ضدها فقط إرضاء يعني ربما عاطفة ما انتماء ما أنا في تصوري أيضا أن هنالك موقف كبير من قبل الأحزاب السياسية وعلى رأسها الإصلاح حتى الآن في موضوع الانحياز إلى دول التحالف وإلى السعودية التي يبدو أن الأمور ستتحلحل. أنا في تصوري وعكس ما يرى يعني ضيفك الكريم أنا متفائل جدا من الأيام القادمة من اللحظات القادمة. أنا في تصوري أن التحالف سيسهم الآن إسهام أكبر في حسم كثير من المعارك. هنالك أخبار كبيرة ومتواترة على ترتيبات وتنسيقات عسكرية ثلاث يعني فشل يعني فشل مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن وأيضا ما تم الإعلان عنه من بالأمس من منعه من العودة إلى صنعاء من قبل يعني بهذا الشكل أستاذ عبد الله هل يمكن نقول أن التحالف العربي سيكون له تأثير أكبر نعم يعني الآن هناك مواقف ستكون يعني إيجابية نحو تحرير البلد وكأن خلال عامين كان المعرقل هي قطر هل أفهم من كلامك هذا الشيء؟ أنا لا يمكن لا أقول هذا بالضبط يعني ربما يكون هذه واحدة من العوامل التي أخرت لكن إذا لماذا صمت التحالف طيل هذه الفترة أستاذ عبد الله نعم إذا كانت قطر معيقة إلى هذا الحد لماذا صمت عنها طوال عامين يعني لم نسمع أي تعليق أو واحدة من العوامل أنا قلت أنها واحدة ربما تكون من العوامل ومشكلة قطر مع دول الخليج قالت السعودية بالحرف في بيان قطع العلاقات أنها حاولت منذ العام 1995 وهي تحاول يعني أن تنصح قطر بعدم الاتجاه في هذا الاتجاه فالخلافات ليست من اليوم ولا من الأمس لكن أنا في تصوري أن التحالف العربي سيكون أكثر فعالية الآن ليس فقط لأنه خرجت قطر منه ولكن لأنه لابد أن يثبت أنه في الاتجاه الصحيح ستحدث هنالك تغيرات أكبر سيحدث هنالك أيضا دعم أكبر للحكومة الشرعية الحكومة الشرعية أعتقد أنها قرأت هذا القرار بشكل جيد نحن أمام مشكلة يعني حقيقية أمام ورطة حقيقية لأولئك الذين يقولون نحن مع الحكومة الشرعية ومع التحالف ثم يتجهون إلى يعني تبني قضايا بعيدة عن التحالف وإجماع التحالف وأيضا ما اتخذته الحكومة الشرعية أنا لا أستطيع أن أقرأ يعني أن أحسن قراءة هذه المواقف نعم لكن أستاذ عبد الله اسمح لي يعني هناك تباين واضح أستاذ عبد الله إذا تكرمت استعادة الدولة من أجل نعم. موقف اسمح لي أستاذ عبد الله يعني هناك تباين واضح في موقف الشرعية يعني ربما جعل الآخر يعني يفهم أن الشرعية بلا سيادة بهذا الشكل يعني هناك في الصفحة الأولى لموقع وكالة سبأ التابعة للشرعية في الخبر الأول تهنئة لأمير قطر بحلول الشهر الكريم بعد خامس خبر هناك بيان يعني مقاطعة بين الحكومة لمقاطعة قطر يعني ربما كانت من السباقة لدعم الشرعية ودعم خارجيتها من خلال رواتب السفارات يعني كان هناك أكثر من موقف لقطر لا يمكن الآن أن يعني نقول بأن قطر لم تقدم أي شيء لليمن منذ 2011 يعني هذا الموقف دعني فقط في هذا التباين أنقل يعني أخذ رأي الأستاذ إبراهيم في هذه النقطة ما رأيك أستاذ إبراهيم؟ أولا هناك نقطة مهمة يجب التنويه لها هو ما ذكره ضيفك الكريم على أنه الموقف الخليجي موحد باتجاه قطر وهذا شيء ليس صحيح سلطنة عمان ودولة الكويت لم تقاطع قطر ولم تدخلها في هذا المشروع التقاطعي الذي الذي قامت به او الانقلاب الذي قامت به الامارات العربيه المتحده ضد دوله قطر من ناحيه الحصار وقطع العلاقات معها ولم ترحب حتى الدول العربيه بذلك بالمناسبه السودان شريكه في التحالف العربي ولم ترحب بذلك الدول كثيره حتى الاردن نعم. وكثير من الدول الغربيه لم يعني كثير من الدول فلذلك لا يجب يعني الأردن والسودان وكثير من الدول العربية الأخرى مشاركة في هذا التحالف العربي ورفضت المقاطعة ولم تدخل بذلك المقاطعة أنا في وجهة نظري الآن الحكومة اليمنية هي حكومة ليست مخيرة ولا لديها قرار سيادي ولا لديها حتى قرار بما يجري في اليمن الآن هذه الأمور واضحة
واضحة بما حدث في الجنوب. وإذا ذلك يعني إذا كانت قطر عائقا في اليمن، لا أدري ما هو الدور الذي كانت تتقنصه دولة قطر في ذلك. يعني من كان يدير حضرموت ومحافظة عدن هي يعني القوات التابعة للإمارات العربية المتحدة والإمارات العربية المتحدة بنفسها، فلذلك لا نضع فشلنا على الآخرين. قطر لن تؤثر على ولن تؤثر على المشروع الوطني في اليمن ولم ضده. هناك بالعكس، هناك المؤشرات كثيرة التي تقول أن الدولة العربية المتحدة رفضت حتى إعطاء الأمم المتحدة حجم المبالغ التي لديها والمخزون لدى المخلوق علي عبد الله صالح وأسرته. الأمور واضحة في هذا الاتجاه. لذلك نحن نتمنى أن يتم تحرير اليمن وأن يتم استعادة الدولة وأن لا تكون على اليمن وصاية، لكن كل المؤشرات تقول عكس. ما يجري في عدن، ما يجري في حضرموت، ما يجري في مناطق كثيرة لا يجري ولا يصب صالح استعادة الدولة. الحكومة اليمنية نسمع التصريحات من هنا ومن هنا، أصبحوا يتناقضون فيما بينهم. نتمنى أن تكون الأيام القادمة هي مسألة حسم لاستعادة الشرعية في اليمن، لكن لا أعتقد كذلك. نعم، دعني يعني انتقل للاستاذ عبد الله. استاذ عبد الله، يعني نقطه التباين يعني التي حدثت في موقف اليمن، يعني هناك انجراف سريع ل يعني بيان السعوديه والامارات والبحرين دون يعني تأني ودراسه الموقف باكثر من ناحيه، خاصه ان هذا القرار مقاطعه قطر بهذا الشكل لم يصدر بحق ايران، يعني يعني حتى انها استخدمت كنكته، يعني تتهم قطر بتحالفها مع إيران ويتم مقاطعتها وإخراج بعثاتها الدبلوماسية وما إلى ذلك، وإيران ما زالت الأمور على ما هي عليه. يعني هذا التناقض الكبير والتباين في المواقف ألا يشكل يعني استفسارا أو علامة استفهام كبيرة؟ يعني أولا، لم ترفض أي دولة من الدول ما قامت به السعودية والإمارات وبعض دول التحالف والدول العربية تجاه قطر. هنالك ليس تحفظا انما تاسفا، يعني ما ذكرت السودان وبعض الدول الاخرى كان يعني من هذا الباب، ويبدو ان هنالك ترتيبات. انا اتوقع ان هنالك حتى دول ستنضم لهذه المقاطعه خلال الايام القادمه. الامر الاخر وهو المهم بالنسبه لي، انا اتحدث هنا على قراءات سياسيه لاحداث واقعه. ما هي مصلحه الدوله العليا اليمنيه؟ اما ان نذهب الى ترديد يعني ان الدوله اليمنيه مختطفه واننا تحت الوصايه، اذا تخلوا يا اخي، اعلنوا موقفكم موقفا واضحا من التحالف العربي الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه، اعلنوا موقف واضح من السعوديه وانها هي الوصيه. السعوديه هي قائده التحالف العربي وهي التي لها الصوت الاعلى في موضوع التحالف العربي. الحكومه اليمنيه تنطلق الان، وانا في تصوري، انا كنت بالفعل قبل ان يصدر القرار او البيان من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومه الشرعيه، كنا نخشى ان تذهب العواطف الى اتجاه اما الى الحياد واما التضامن مع قطر، لان في هذه الحاله ليس هنالك قراءه للمصلحه السياسيه العليا لليمن. نحن امام حرب استعاده الدوله، وهؤلاء والتحالف العربي بقياده السعوديه والامارات ومصر وغيرها وقفت مع اليمن في لحظه تاريخيه مهمه وفارقه. وقطر ألم تقف معها في هذه اللحظه التاريخيه استاذ عبد الله؟ يعني انت تتحدث عن عدم يعني كنت تخشى ان تتعامل بعاطفه، يعني الجميع قرأ موقف اليمن بانه اتخذ كعاطفه او بلا سياديه بمعنى اصح دون رؤيه حقيقيه، خاصه والكثير من القارئين للاحداث يجدون بان سيتم التصالح بين دول الخليج، لن تسمح الكويت وغيرها يعني بهذا الشتات الذي يحدث الان. ما سيكون موقف اليمن حينها وقد اتهمت قطر بما لا يعني ربما تتهم به من قبل الاطراف الاخرى، يعني بتناقض واضح، يعني هل قطر هي من تمول الانقلاب في اليمن؟ سيكون موقفها كموقف الدول الاخرى التي ستتصالح مع قطر اذا حدث تصالح، مع ان في تصوري لن يحدث مثل هذا الامر قبل اكثر يعني من 3 أشهر الى 5 أشهر. الدول اليمن لا يمكن ان يعني ان تحصر في هذا الموضوع، لها حريه ان تتخذ هذه المواقف. لها هذا الموقف له شقين مهمين جدا. الشق الاول يتعلق
برؤية الحكومة الشرعية لأداء دولة قطر في اليمن، والأمر الآخر يتعلق برؤية الحكومة الشرعية لأداء قطر ناحية حلفاء مهمين جدا. نعم، إذن شكرا لك أستاذ عبد الله. يعني انتهى الوقت، أود أن أنتقل فقط بهذه الرؤية للأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يجد الأستاذ عبد الله أن هناك رؤيتين أو رؤية مهمة بشقين، رؤية اليمن يعني لموقف قطر منها ومن الانقلاب، والرؤية الأخرى هي موقف قطر من شقيقتها في التحالف. ما رأيك؟ كنت أتمنى أن يكون موقف الحكومة اليمنية كموقف دولة الكويت، وهي أيضا دولة حليفة للسعودية وللإمارات، وأيضا من ضمن دول التحالف العربي، يعني أقل شيء أن يكون كدولة الكويت، وهي ليست أقل قدرا يعني من الشأن اليمني في هذا التحالف الخليجي. لكن الآن عندما نحاول الآن تسييس الملف، هذا ملف بين كما ذكر الأخ يعني حول إنه الملف كان بين قطر والسعودية والإمارات منذ 1995، فلذلك ليس لنا شأن في هذه الصراعات، هذه الصراعات بين المملكة العربية السعودية يعني ودولة الإمارات العربية المتحدة. تجد أنه كان يفترض باليمن أن تنأى عن هذه الأحداث. انتهى الوقت أستاذ إبراهيم يوسف. نعم، لم يعد لدي وقتا كافيا. شكرا لكما ضيفي العزيزين إبراهيم القعطبي عبر سكايب السياسي والناشط الحقوقي، كنت معنا من نيويورك، والأستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف من القاهرة، وكذلك ضيفي السابقين دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام عبر الهاتف من الرياض، والأستاذ نجيب اليافعي الصحفي من الدوحة. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.